لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب. لأنك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. ازيك يا ادهم؟ الحمد لله. انا طلبت قبلك النهارده عشان اقول لك اني موافق على خطوبه ايمان وشريف، وكلها كام يوم هتلاقيني انا وشريف وامه جايين نخطبها رسمي من مدحت. حضرتك قلت لبابا؟ لا، انا حبيت ابلغك انت الاول. واشمعنى؟ عشان اعرف كويس قوي انك انت قريب من ايمان وشريف ويهمك امره. معلش، انا حاسس ان في سبب تاني. ايوه، عايزك تعرف ان لولا نهى انا ما كنتش وافقت على الجوازه دي خالص. غريبه قوي، مع ان نهى يعني كانت نصحتك ما توافقش على الجوازه دي وغيرت رايها عشان خاطرك.
وانا غيرت رايي عشان خاطرها. وطبعا هي اللي طلبت منك تفهمني كده. المفروض تفرح، ده معناه انا بتحبك جدا وعايزه تعمل اي حاجه عشان ترضيك. جايز تكون غلطت في الاول لما فكرت تبعد ايمان عن شريف، لكن انت لازم تسامحها وما تنساش انت غلطت في حقها كتير قوي وسامحتك. يمكن الخطوبه دي تقربك اكتر منها، وده شيء انا بتمنى. ان شاء الله. إبراهيم ما تزعلش مني، أنا فعلا غلطانة، بس والله غصب عني. وغصب عنك ليه؟ مدحت هو اللي أصرني جوزني يبقى في السر، كان خايف مراته تعرف. وأنت إيه اللي يجبرك توافق على وضع زي ده؟ أنا مش قادر أتخيل اللي أنت عملتيه، تخطفي راجل من مراته وولاده وتتجوزيه من ورايا في السر؟ انا مش قادر افهمك، انت لا محتاجه فلوس ولا محتاجه الجواز المهينه دي. ابراهيم انا بحب مدحت. بس هو ما بيحبكيش، ما بيحبكيش. لو كان بيحبك كان جه طلبك منه واتجوزك في النور. يزر ان ليلى كان ليها حق لما حذرتني منه. هو اتجوزك انت عشان يوصل لي انا، خلاك تدافع عنه طول الوقت. تحاولي تقنعيني ادخل معاه في بيزنس. لا أنا جوازي بمدحت ملوش أي دعوة بالمشروع اللي بينكم. إذا كان هو ضحك عليك وقال لك كده فأنت مش هتضحكي عليا أنا. عموماً هتشوفي بنفسك لو هيفضل معاكي بعد ما فك شراكتي معاه. أنت فاكرة إيه؟ كنت هفضل حاطط إيدي في إيده وبعد ما استغفلني لمدة سنة بحالها، ومين عارف يمكن أكتر من كده كمان؟ حتى لو جه اعتذر لك وخلى جوازنا رسمي. هو اللي قال لك كده؟ أنا بقول لو حصل يعني. مش هيحصل، مش هيحصل، حتى لو حصل أنا لا يمكن أأمله بعد كده. ما تنساش انه جوزي. انا اسف جدا، كنت ممكن اخليك تتجوزيه حتى لو انا رافضه، لكن انت اتجوزتيه من ورايا في السر، ما عملتليش اي حساب. انا كمان من هنا ورايح مش هعمل لك اي حساب. على مهلك يا إيمان، على مهلك يا حبيبتي، على مهلك. اتفضل يا سيدي، اديني جبتها لك بنفسي اهو، بشرها انت بقى بالخبر الحلو. مبروك يا حبيبتي، شريف وبابا ومامته جايين يخطبوكي من بابا بعد بكره. مبروك يا إيمان، مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. احنا بقالنا كتير قوي ما فرحناش. وانا كمان يا مامي كان نفسي افرح. اطمني، شريف اقنع بابا، يعني مش جاي غصب عنه، جاي وبيتمنى ان انت توافقي. والمفروض بقى اني اوافق؟ طبعا يا حبيبتي لازم توافقي، ده ادم قال لي قد ايه شريف بيحبك وبيموت فيكي. ما هو عشان كده يا مامي لازم افكر كويس قوي قبل ما اوافق على الخطوبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شنطه مين دي يا عطيه؟ شنطتي انا يا مامي. عزه خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ لو سمحتي يا مامي، لو بتحبيني بجد خليني اطلع اوضتي من زوجات. اطلعي اتفضلي. بعد اذنك. في ايه يا ادم؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. مش عارف مامي، ممكن تطلعيني اوضتي؟ اه يا حبيبتي تعالي. بالراحة، خلي بالك. ايه اللي حصل؟ متهيألي انا اكتر واحدة المفروض تعرف. لا
من غير ما تقول لحد؟ مش هقول لحد. اعترف لي انه هو خاني. حلف لي كذب المره اللي فاتت عشان ارجع له. طبعا لما عرف اني حامل. طيب وليه اعترف لك دلوقتي؟ مش عارف. كان لازم تعرفي. اكيد ضمير وجعه ما قدرش يفضل يخدعك اكتر من كده. ده يخليكي تحترميه اكتر وتسامحي. لا اسفه، اسامحه دي الحاجه الوحيده اللي انا خلاص مش هقدر عليها. وانتي لما كنتي هتعترفي له انك نزلتي البيبي ما كنتيش هتطلبي منه يسامحك؟ ما اعرفش. اهو انا مش هرجع له بقى وخلاص. مش هترجعي له عشان خانك يا عزه ولا عشان مش قادره تعترفي له انك اتخلصتي من البيبي؟ انتي محتاجه تفكري كويس. خلاص روحي له انتي قولي له ان انا اجهضت نفسي. ما ينفعش. دي الحاجه الوحيده اللي انتي لازم تقوليها له بنفسك. تمثال ايه ده؟ ده تمثال عروسة البحر. انت شفتيه قبل كده؟ هو انا شفتها بس في الحواديت. ماما كانت بتقرا لي الحواديت بنفسها. انت مامتك كانت بتقرا لك الحواديت؟ كان بيحكيها لي واحد صاحبي اكبر مني شويه. هو اللي علمك تعملي تماثيل على الرمله؟ لا بنت عمي هي اللي علمتني، اصل احنا كنا ساكنين قريب من البحر في اسكندريه. ينفع تعلميه؟ طبعا يا زينة انا ممكن اعلمك كل اللي انت عايزاه. بس يا وجدو يسيبني شويه. ما تخافيش اكيد هتيجوا تاني. يلا انا هعمل ايد من هنا وانت اعمليها بقى. انت وحشتي زينة قوي قوي. زينة بس؟ وانا كمان طبعا. طب ليه من ساعه ما جيت وانا حاسه ان في حاجه؟ هو باين عليا قوي كده؟ باين لي انا بس. يعني فت من ظروف وحشه في اليومين اللي فاتوا دول. ظروف ما ينفعش اعرفها؟ يعني على الاقل دلوقتي. طب ازاي هقدر اساعدك تخرج منها؟ توعديني ما تسيبنيش تاني ابدا. يعني اقفل هنا وافضل في القاهره جنبك؟ انت فاهمه قصدي كويس. وبعدين لسه ما اتاكدتيش ان احنا الاثنين محتاجين لبعض؟ بالعكس، دلوقتي بالذات انا محتاجاك جنبي. ماجد بعت لي رساله على الموبايل يبلغني فيها إن الأسبوع الجاي هيقرا فاتحته على دينا سواء حضرت أو ما حضرتش. ساكت ليه؟ مش عاوز تنصحني أرجع في كلامي وأوافق على خطوبته من بنت مدحت منصور؟ ما أقدرش أنصحك بكده. ليه؟ إيه اللي حصل؟ يمكن عشان اتأكدت إن كان ليكي حق تنصحيني وتحذريني من مدحت. يبقى أكيد في حاجة أنا ما أعرفهاش. قلت لك فت من ظروف صعب الفترة اللي فاتت. إبراهيم بجد أنا قلقت عليك، في إيه؟ لو قلقان عليا بجد ما تسيبنيش امشي المره دي الا واحنا مخطوبين. معلش نستنى شويه. عن اذنك انا عندي شغل في المكتب. تبقي حلوه كده بره الشغل؟ علشان بس انت طول الوقت بتشوفني بالجينز بس. انت وعدتيني انك انت هتشوفي العروسه. حاضر هدور لك في دفاتري القديمه. ايه دفاترك القديمه دي؟ انت هتجوزيني واحد عجوز؟ لا ما تخافش هشوف لك واحده من صحباتي. انت عندك صحبات غير عزف؟ اكيد. و تفتكري صاحباتك ممكن يفكروا يتجوزوا واحد في سني كده يعني؟ ما تقلقش يا سيدي، في بنات كتير قوي بيموتوا في الكام شعرايه البيضه اللي بدقنك دول. انت منهم؟ مش عارفه. ليه مش عارفه؟ يعني انا بس طول الوقت بشوفك المدير بتاعي وبس. وانا طول الوقت شايفك الموظفة عندي وبس. وبعدين؟ وبعدين بقى
اعتقد تبقى مسؤوليتك الفترة اللي جاية. اتفقنا؟ اتفقنا. مش هتاكل بقى؟ اتفضلي، الورق اللي طلبتيه هو ست الكل. ها ناقص حاجة؟ كله تمام؟ مظبوط. طب هنستلم الشغل امتى بقى إن شاء الله؟ من بكرة. من بكرة؟ طب ما احنا ما اتفقناش على المرتب لا مؤاخذة. هجربك شهرين وهديك في الشهر 400 جنيه. 400 جنيه؟ ده قليل قوي. لو كملت معايا بعد الشهرين هكملهم لك 500، وبعدين ما تنساش التبس. والله برضو قليل، انت ما تعرفيش مصاريفي في الشهر قد ايه. شوف لك مكان تاني يديك اكتر. والنبي ما هي راجعه، الواحد ما يعرفش يفك معاكي في كلمتين، انا ما اقصدش حاجه. فكر لغايه بكره. ماشي، انا موافق عشان خاطرك، وبعدين الشغل لزوم الشغل، وكل مد الشغل، الشغل يديني، وانا عارف ان انت بنت حلال وهتزوديني من نفسك. 8 بالدقيقة تكون بتفتح معايا الصيدلية. حاضر. قبل 8 كمان هتلاقيني هنا. السلام عليكم. هو انت هتشغليه على طول كده؟ يعني هو احنا لاقيين حد غيره؟ بس يعني هو انت ما تقلقيش، باين قريب لناس، وبعدين انا قلت له هجربه شهرين. براحتك. مبروك يا إيمان، عريسك وصل. ميرسي يا حبيبتي، الله يبارك فيكي. كان نفسي تباركي لي في ظروف أحسن. أنت مالكيش ذنب في ظروفي. يعني مش زعلانة مني؟ أنا عمري ما زعل منك. أنا بس عايزاكي تقولي لمامي إن أنا مش هقدر أنزل أقابل الناس تحت. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. والله وحنبقى نسائب المرة التانية يا مدحت. والله احنا تشرفنا يا فهمي. ده شرف لينا احنا اكتر يا مدحت. ميرسي لذوقك يا الهام هنا. يبقى نقرا الفاتحة بقى. طب احنا مش هنستنى العروسة ولا ايه؟ اه طبعا استناها، انت من دلوقتي مش هتعمل حاجة من غيرها. اهي عروستنا وصلت اهي. بصي بقى يا ستي، شريف اول ما شافك نازله بيبص لك بصه ما بصهاش الامير ويليام. الامير اكيد في ليله فرحه. سمعت مش خايفه؟ مساء الخير. مساء النور. بسم الله ما شاء الله. اهلا يا حبيبتي، اهلا بعروسه ابني جميله. اتفضلي يا حبيبتي. بابا تعالى يا مدحت هنا. اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا. ايمان جت اهي، نقرا الفاتحه بقى. مبروك يا شريف. مبروك يا بنت. مبروك يا عروسه. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك.
هاتي بوسه بقى وخدي يا شيخ. طيبة اخويا حبيبتي الف مبروك. مبروك. شكرا يا سامي. نعم شكرا. تفضل يا عريس. تفضلي منك. طب اقعد 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 اقعد. مناسبة الزغلوطة الحلوة دي لازم بقى نحضر معاد الخطوبة من دلوقتي. ايه رأيك يا عريس؟ أنا ما عنديش مانع ماما عادي. طبعا أنت تقدر تقول حاجة غير كده؟ احنا معلش ممكن نستنى شوية؟ مبروك خطوبة إيمان وشريف. الله يبارك فيك. بس أنت فضلت ساكت طول الطريق. هقول إيه يعني؟ على الأقل تشكرني إني خليت بابي يوافق. شكرا. آدم أنت هتفضل لحد إمتى تنام في أوضة لوحدك؟ مش عارف. يمكن لغاية ما أصدق إنك فعلا أقنعتي باباك يوافق على الخطوبة. وانت مش مخبية حاجة عني. متقلقش يا سيدي، في بنات كتير قوي بيموتوا في الكام شعرايه البيضة اللي انت قلك دول. انت منهم؟ مش عارفه. ليه مش عارفه؟ يعني انا بس طول الوقت بشوفك المدير بتاعي وبس. وانا طول الوقت شايفك الموظفه عندي وبس. وبعدين؟ وبعدين بقى اعتقد تبقى مسؤوليتك الفتره اللي جايه. اتفقنا؟ اتفقنا. عملت كام نسخة من السي دي الوسخ اللي انت وريته؟ طبعا انت عاملة نسخة سايباها ومجهزاها عشان توريها لعزة في أي وقت. بس أنا عايز أقول لك خلاص، أنا مش خايف منك. أنا اعترفت لعزة إن أنا خدتها معاكي. أنا أحاول عليها إنها تعرف الحقيقة. بدل ما أخلي واحدة زيك تمسك عليا زلة وتهددني بيها طول العمر. وعايز أقول لك حاجة كمان. حتى لو عزة سابتني أنا مش عايزك. عشان دي أكبر غلطة حصلت لي في حياتي. ميرسي يا مدام ليلى. ميرسي لك يا حسام، توصل بالسلامه. ميرسي جدا. مع السلامه. استاذ حسام. جميله ازيك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ لسه زي ما انت، نفس حماسك وحبك للشغل، وانا متاكد ان انت يومين ثلاثه وهيبقى الاستاف كله حبايبك. البركه فيك، انت استاذي في المهنه. طيب يا ستي، استاذك بقى جاي يقول لك انه مضى عقد مطعم السمك مع مدام ليلى. مبروك. من قلبك يا جميله؟ طبعا. يعني مش زعلانه ان احنا هنشتغل تاني سوا؟ اكيد لا. طب انا رايح مصر وجاي على طول، واحاول اقنع ليلى يعني ان انت تسيبي المطعم هنا وتيجي تشتغلي معايا في المطعم اللي احنا الاثنين بنحبه. على الله توافق. مش عايزه حاجه من مصر؟ تروح وتيجي بالسلامه. خدي بالك من نفسك. وانت كمان استاذ حسام. ها؟
هو انت هتقول لوفاء ان المطعم الجديد هيبقى هنا؟ يعني على الاقل مش دلوقتي. وبعدين يا عز، ولا بترد على تليفوني ولا عايز ترجع البيت. مشكلتنا دي هنحلها ازاي؟ مشكلتنا دي مش هتتحل غير لما نتطلق، بس بجد بقى المره دي. عزه انت عارفه كويس قوي ان احنا ما ينفعش نتطلق. ليه؟ عشان البيبي اللي في بطنك يا عز. ما تبصيش كده، عرفت كل حاجه. وانا عارفه ان انت عرفت كل حاجه. ايمان قالت لك من ورايا. كنت عايزين نرجع لبعض. رجعت لي بس عشان عرفت اني حامل؟ راجع عشان البيبي يا احمد؟ لا يا عز، انا راجع عشان كل حاجه. يعني لو ما كنتش حامل كنت رجعت؟ عز احنا اتقابلنا واتجوزنا، كناش عايزين اي حاجه من بعض غير ان احنا نكون مع بعض. انت هتفضل عايزني حتى لو ما كانش فيه بيبي؟ ازاي يعني؟ انا نزلته. ايه؟ نزلت البيبي يا احمد. كده بتعاقبيني؟ بتعاقبيني عشان خنتك يا عزة؟ أنا نزلته قبل ما تعترف لي. إيمان قالت لك إن أنا حامل علشان ترجعنا لبعض، ما كنتش تعرف إني أجهضت نفسي. هو ده السر اللي أنا كنت عايزة أقول لك عليه، وقلت لك مش هينفع بعده أي كلام. تقتلي ابني من ورايا؟ لحظة قررت فيها إن أنا ما أخليش أي حاجة تربطني بيك. مش من حقك، ده ابني، ده ابني زي ما هو ابني. كنت عايزني اسامحك علشان خنتني؟ سامحني انت كمان على الغلطه الوحيده اللي غلطتها في حقك. لا، انا مش هسامحك ومش هنسى ومش هسيبك غير لما تاخدي جزائك، جزاء واحده قاتله زيك. زين هشوفك بقى الاسبوع اللي جاي. ولو جده ما وافقش؟ لو جده ما وافقش انا هاجي اشوفك في الاجازه اللي جاي. ماشي؟ ماشي. بس انت خليكي شاطره في المدرسه عشان هو ما يقولكيش لا. زي كل مره اليومين عدوا كانهم ساعتين. زينه هترجعك تاني. كان نفسي انت اللي ترجعيني. يا ليلى انا مش هصبر اكتر من كده.
تخلصي موضوع ماجد وهنتكلم في موضوع ان احنا الاثنين بجد. ربنا يسهل. يلا بقى عشان ما تتاخروش على الطياره. باي باي يا ليلى. باي باي يا عيون ليلى. هنشوف الشكل بخير. وصلوا بالسلامة. باي باي. باي باي. باي زينة. باي. ساعة ما جيتي وانت ساكنه ما قلتيش ولا كلمه. الكلام اللي عندي مش هيعجبك. احنا الاثنين خسرنا ابراهيم يا مدحت. كرهني عشان اتجوزتك من وراه وناوي يردها لك. ازاي؟ قرر انه يلغي الشراكه اللي بينك وبينه. ولا بعيال هو ناس ان في شروط جزائيه ولا ايه؟ لو فكرت ان انت تاذيه بالشروط الجزائيه هو كمان هيعرف يرد عليك باللي في ايده. هيبلغ مراتك ان انا وانت متجوزين. مش بعيد كمان يبلغ فهمي. ساعتها هتخسره، هتخسر شغلك معاه. ما تنساش انك مناسبه مرتين. مره في ابنك ومره في بنتك. اكيد ليلى عبد الحميد هي السبب. هي اللي وقعت بيني وبين ابراهيم وقالت له كلام خلته يشك فيك ويراقبك. مش ليلى دي اللي كنت عايز تجوز اخوها لبنتك؟ كان زمان بقى ما كنت عايز سيطر عليها. كنت فاكر الجوازة دي هتخليها تحت ايدي، لكن خلاص كده خسرت ابراهيم وما عنديش استعداد اخسر بنتي كمان. طب ويا ترى انا فين بقى في حساباتك دي كلها؟ ما مفيش داعي نتقابل اليومين دول لغاية لما نعرف ابراهيم ناولنا على ايه. انتي كنتي عارفة ان احمد هيزعل لما يعرف اللي حصل. احمد من ساعة ما اتجوزك وهو بيحلم يبقى اب، ولما حس ان الحلم ده قرب يتحقق صحي لقى نفسه في كابوس كبير. حاولتي تعاقبيه وتخلصتي من البيبي، لقيتي نفسك بتعاقبي نفسك. قال انتي قاتلة. معلش هيرجع يهدى ويفكر. ويعني لا يتغير حتى لو فكر بعقل. انتوا الاتنين هتسامحوا بعض وترجعوا لبعض وتعوضوا البيبي اللي راح. صعب قوي يا ايمان. لو انا سامحته على انه خاني هو عمره ما هيسامحني اني قتلت ابنه. هيسامحك وهينسى عشان بيحبك. وعلى قد ما كان هيحب البيبي اللي راح على قد ما هيحب البيبي اللي جاي. لو شفتيه النهارده هو بيقولي لازم تاخدي جزائك عمرك ما كنتي قلتي كده خالص. ما ينفعش يا حبيبتي تاخدي على كلام واحد في وقت صدمته. إيمان أنت هنا؟ في حاجة يا ماما؟ في عسكري تحت بيقول إن عايز أختك عزة. عايزني أنا؟ أحمد جوزك بيشتكيك في الاسم. إيه اللي حصل؟ إيه اللي خليه يعمل كده؟ ما تفهميني. طب اتفضلي انزلي انجي على سلامك جوا وبعدين نتكلم ونشوف هنعمل إيه؟ أنت هتنحيني؟ بس يلا تتحركي.